سويت سكتشات كده خفيفة في السوشيال ميديا وسويت إعلانات. أبداً أول تجربة بصراحة. طلعت دورات مسرح في البحرين، مسرح في السعودية والسينما، وبعد ذلك خضت تجارب مسلسل خطايا العشر حلقتين عرض على MBC، مسلسل عذرة في الحلقة الأولى، وعملت أفلام قصيرة. كنت تجارب خلال دراستي في الجامعة كان في تصوير عندنا، إحنا Art School، فكان في عندنا تصوير أفلام وشيء زي كذا، شاركت معهم على بسيط، لكن التجربة الرئيسية اللي استفدت منها خلال دورات MBC. سويت ستاند اب كوميدي لكل ممرض شكرا موجود في اليوتيوب، يتكلم عن حقوق التمريض والممرضين والكادر الصحي. إضافة إلى ذلك أنه اشتغلت عمل برضو يعني اللي هو يا سر وجودي، يتكلم عن الأم أيضا، عمل كان ملحن وكنت فيه أنا يعني زي ما تقول مساعد منتج. مثل طلعت في كذا مشهد مع اللي هو فايز المالكي تامر حسني، طلعت برضو في سكول في نيويورك سيتي